30 يوماً من البهجة منذ استطلاع الهلال وحتى وداعي، هكذا يعتاد الكثير من المسلمين على شهر رمضان. كل عام وأنتم بألف صحة وخير. شهر عبادة وطاعة وصوم، لكنه كذلك شهر فطور وسحور ولمة. يأتي الشهر هذا العام وسط ظروف اقتصادية وسياسية صعبة في عدة دول عربية، يحتار أهلها رغم إرادتهم ما بين المشقة والفرحة. كيف استقبلتم شهر رمضان هذا العام؟ نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442031620022، على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحة شخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. لديكم بدائل كثيرة تستطيعون عبرها أن تتواصلوا مع فريق نقطة حوار. اختاروا الوسيلة المثلى بالنسبة لكم. محمود القصاص يتابعها جميعا منذ الصباح. محمود، أهلا بك. أهلا محمد. محمد، تستقبل المجتمعات العربية شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف في مجملها صعبة إلى حد كبير. يعني هناك دول بها حروب مثل ليبيا واليمن، هناك دول بها اعتصامات ومظاهرات مثل السودان والجزائر، هناك دول ليس بها حروب ولكن بها أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية مثل مصر والأردن، وبالتالي الأوضاع في مجملها صعبة، ولكن تبقى فرحة رمضان في القلوب، وتبقى مواقف كثيرة واتجاهات كثيرة ستعرف عليها لاحقا حول ما يراه المشاركون في الحوار من أوضاع في بلادهم خلال شهر رمضان. سعود إليك يا محمود، كل عام وانت بخير. كل عام طبعا بخير. ودعني أستعرض مجموعة من الآراء تجولنا في الكثير من العواصم العربية بالمناسبة اليوم، واستطلعنا آراء المواطنين، ومن ضمنها توجهنا لتونس. هناك سألت كاميرا نقطة حوار مجموعة من أهل تونس عما إذا كان هناك تأثير للوضع الاقتصادي على أجواء رمضان بالنسبة له. رمضان شر بذير، ولا شر نقمة، شر تجارة، وشر ولا اللي عنده يعدي رمضان، ما عندوش يموت بالشر. شوف العباد مش هايم متخمم، حتى واحد ما عنده فلوس رو. حتى تشوفوا فيهم في الاكل المغازان واكل، هذوك جماعتهم، هم جماعه الاحزاب، عندهم لي كارت وعندهم الدنيا باللي كارت. تدخل في الكارفور، تدخل واحد الناس كله باللي كارت، تجبد ما تراش واحد يخلص بالسباس. غاليه اللي ما مسكين ما عندوش، اللي عنده في العائله خمسه وسته غاليه عليه الحق. كيفينا انا والشيب نحمد ربي. نجموش نعيش، تعبيه برشا، كل شيء غالي، كل شيء. اللحم ما كنتش نشوفه، كل اللحم 25 28، مصروف ما ثماش، اغلى ياسر. اذا مواطن يخلص 16 دينار، نحب نعرف انا كيفاش باش ياخذ القضيه نتاع رمضان. اذا كان هي حار عظم بدينار، مال الاخرين قداش الحاجه البيت. تحب تاكل حاجه باهيه ادفع بالقدي، تحب تاكل حاجه كيما هي ادفع على قد جيبك. هذاك هو باش نقول لك. الاحزاب لا يهمها الطبقه ولا يهمها أي شيء، ديدنهم الوصول إلى الكرسي، ولو كان في ذلك ليس بتجويع اللفيف البشري ودهوائه بل بحرقه على أتمه. شيء الأسعار غالية، الدنيا غالية، معيشة غالية، عباش شهر معاش خالد ولا في شهريته من يختقذها البنك من القرض تولي في الروج، شنية هلا حياة ذي. نحن موتى نسمي، مش احنا حيين وموتى. كل عام وأهل تونس بألف خير. أعتقد أراء مختلفة من تونس يبدو فيها شكوى كبيرة من الغلاء صحيح، لكن هناك أصوات تريد أن تستمتع ببهجة الشهر مهما كانت الظروف الاقتصادية صعبة أو الأوضاع سيئة. عموما سنحاول خلال الحلقة أن نتوقف مع الكثير من الدول الأخرى كذلك لكي نعرف ما هي الأجواء فيها. دعوني أرحب بمجموعة من المتصلين، سبأ وبيزيد ونفيسة. بداية أهلا بكم في نقطة حوار. سبأ تتحدث من صنعاء من اليمن. يا سبأ أهلا وسهلا، كيف يبدو رمضان هذا العام؟ اهلا وسهلا بك اخي الكريم، وبدايه اهنئك واهنئ المستمعين واهنئ الامه العربيه والاسلاميه بمناسبه هذا الشهر الفضيل الذي جاء ضيفا عزيزا علينا ونحن في صحه وعافيه. فصلى الله بمنه وكرمه ان يحفظ بلادنا وان تحقن دماءنا ودماء بلاد المسلمين. طبعا كل عام هي تختلف للاسف الشديد كما تفضلت انت في تقريرك السابق عن بعض الدول التي تشتكي من حال الغلاء ومن الاسعار. قلوب المسلمين طبعا استقبلت رمضان بفرحة وسرور وبهجة وعبادة، أما نحن في اليمن استقبلناه
بفرحة ويسكنها الحزن والألم بأسباب كثيرة، أهمها تدهور الأوضاع الاقتصادية، غلاء المعيشة بسبب الحرب التي أكلت كل ما هو جميل في بلادنا، وخاصة في شهر رمضان المبارك، الجمع والمحبة والرحمة والتألف وقراءة القرآن والاستمتاع بشهر رمضان الكريم بكل يعني جماله. طبعا أستاذ العزيز نحن نفتقر يعني عدم توفر الحياة الكريمة والاستقرار النفسي والصحي، انقطاع أفضل مقومات الحياة، يعني الناس لا تجد لها رواتب، لا تجد لها كهرباء، المواد الغذائية يعني لا يستطيع الإنسان البسيط يعني أنه يعني يأخذها كما كان في السابق. كان هناك جمعيات ومؤسسات خيرية، كانت يعني شوية زي ما يقولوا إفطار صائم، كفالة يتيم، إعانة فقير ومحتاج، إدخال الفرحة والسرور بكسوة العيد لمن هو أشد فقرا. كانت الحياة نقول شبه أنه في رحمة، في محبة، في استقبال هذا الشيء العظيم. الآن يستقبلونه وهم يعني حزينين في قلوبهم أنه ما عادت تلك المحبة والرحمة والجمع والتآلف. وأيضا برامج كانت هناك، برامج دينية توعوية تجعل الإنسان أنه سيدخل شهر رمضان بطاقة قوية حيوية، إسلام دين، ويخرج بطاقة إيجابية، يعمر يبني. ولكن الحمد لله على ما قدر وأعطانا في هذه الحالة. يعني واضح أن سواء الحالة الاقتصادية أو حتى البنية الاجتماعية تأثرت كثيرا في اليمن نظرا لظروف الحرب خلال هذا الشهر يا سابا. هل بقي شيء منه طيب؟ أو يعني هل هناك طقوس رغم كل الظروف الصعبة التي تفضلت وذكرتيها ما زلت أنت حريصة عليها، سواء طقس اجتماعي أو حتى أكلة معينة مثلا ما زلت حريصة على أن تجديها لك ولأسرتك في هذا اليوم؟ نعم نعم، الحمد لله كثير من الأسر اليمنية ما زالت متمسكة بعادات وتقاليد جميلة جدا، وهو الاجتماع في طاولة الإفطار مع الجمع وأكلة الشفوت التي هم متعارف عليها، التي يجتمعون عليها في طاولة الإفطار وتبادل الحديث بينهم. ما زلنا نتمسك بهذه العادات الجميلة، وأيضا بعد صلاة التراويح نجتمع في بيت من الأسرة كما يقولون، نذهب إلى رب البيت اللي هو الجد الأكبر، نجتمع معه ونسلم عليه ونتدارس بعض الأحاديث النبوية، وأيضا نبحث عن حلول إذا كان من أهلنا فقراء أن نعينهم، إن كان من أبناء الحي إفطار صائم، إن كان هناك عمل خيري أن نفعله في هذا الشهر الفضيل، أن نجمل الحياة كما كان يجمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان شمر المئزر وأحيا الليل وكان يصدق، ونبحث عن يعني أجمل ما يحبوا الناس ونعطيهم ولو كان القليل مع هذه الظروف الصعبة، وخاصة الخمس سنوات الأخيرة. طبعا ظروف حرب يعني لا تغيب على أي أحد خصوصا في اليمن. يا سابا شكرا جزيلا، كل عام وأنت بخير، وما تنسناش في الدعاء بقى وقت الإفطار، كل سنة وأنت بألف صحة وخير وفطار سعيد وشاهي إن شاء الله رغم كل الظروف الصعبة اللي وصفتيها. شكرا جزيلا. سابا تحدثت عن حالة اليمن على وجه التحديد، لكن كما ذكرت أنا سنتحدث عن دول عربية مختلفة، بعضها يمر بظروف حرب، بعضها يمر بظروف سياسية مضطربة، وبعضها يمر بظروف اقتصادية صعبة أيضا. من القاهرة أرحب بضيفي الأستاذ محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء. يا سيد محمود أهلا بك وكل عام وأنت بألف صحة وخير. وربما كثيرون أو شكوى عامة الآن تتحدث عن الغلاء الشديد وكونوا عائق أمام كثيرين أن يحتفظوا بطقوسهم المعتادة مع دخول هذا الشهر. ما هي الصورة في مصر؟ خليني اولا اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وكل المشاهدين في العالم العربي بخير وصحه وسعاده، وان شاء الله كل عالمنا العربي يتجاوز محن والامه، وان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل، عندنا امل في الله. خليني اقول لحضرتك الصوره في مصر، يعني المصريين يعني رغم الظروف الاقتصاديه اللي بيعانوا منها في هذا التوقيت، ويعني احنا بنمر بظروف اصلاح اقتصادي وشيء من هذا القبيل، رغم هذه الظروف إلا أنه المصري يعني ملتزم دائما بهذه الطقوس ولا يستطيع أن يحيد عنها. أنا يمكن تحدثت مع يعني بعض من يعني شخوص أو سيدات الطبقة المتوسطة اللي يفترض أنهم يعني ميسور، حالهم ميسور. إحداهن قالت لي بالتحديد أنه هي السنة دي اشترت 200 جرام عين جمل و200 جرام فستق
و200 جرام يعني هي كان قبل كده في سنوات سابقه كانت بتشتري بنص كيلو ربع كيلو كميات كبيره بحيث انه يعني يبقى في وفره. فكره انها تشتري 200 جرام ده معناه انها عايزه الى حد كبير يعني تعيش اجواء الشهر الكريم فيما يتعلق بيميش رمضان اللي المصريين بيحبوه جدا في على مائده الافطار قبل قبل الافطار. يعني فكره انه الناس تتعايش على فكره رغم الظروف الاقتصاديه الناس بتروح مصيف وبتطلع مصايف وممكن يبقى عدد ساعات او عدد ايام المصيف مثلا بدل ما هي اسبوع ممكن تبقى 5 ايام ممكن يبقى 4 ايام. المهم ان المصريين بيعيشوا بقدر ما يستطيعوا على قد الميزانيه المتوفره عندهم اجواء المواسم دائما. بس هو احنا موضوع عندنا 200 جرام يا استاذ محمود ده مرتبطه بالطعام يمكن يبان سلبي بشده لكن اعتقد ان في جزء من الايجابيه ايضا. يعني حتى اذا لم نكن قادرين فيمكن بالاقتصاد او بالتوفير بعض الشيء نحظى بنفس الطقوس لكن نوفر. يعني ده دور جزء من دور المواطن اعتقد نفسه. والله خليني اقول لك بامانه شديده فكره ان الناس ترشد استهلاكها نتيجه للضغوط الاقتصاديه دي انا شايف ان ده كلام ايجابي جدا، خاصه وانه احنا كان مشهور عن المائده المصريه في شهر رمضان انها مستهلكه جدا للطعام. تمام. فكره انه يقل او يحصل ترشيد الاستهلاك من العام الماضي الى العام الحالي، انا اتصور العام الحالي ممكن فاتوره الغذاء في مصر في شهر رمضان ممكن تقل نسبيا لانه الناس بدات تضغط مصروفاتها بما لا يؤثر على حياتها. يعني انا اختلف يعني معاك هنا يا استاذ محمود، يعني ما اعتقدش ان الفاتوره هتقل، اعتقد ان الفاتوره ممكن تزيد نظرا لزياده الاسعار، لكن في النهايه احنا بنتحرك في نفس يعني اللي معاه 10 قروش بدل ما بيشتري بيهم كيلو زي ما ذكرت هيشتري بيهم 100 جرام بس، هيستمتع بس الكميه اقل. بس خلي بالك انه في بعض اسعار في مصر نزلت عن العامين السابقين بشكل ملحوظ جدا، يعني مثلا اللحوم نزلت في حدود 40% لان في اجراءات تمت من الدوله المصريه وفي اجراءات تمت من المجتمع المدني، في اجراءات تمت من البلد بشكل عام او الدوله بشكل عام في يعني فيما يتعلق بمشروع البتلو على وجه التحديد مثلا نزل اسعار اللحوم في مصر الى 40%، كنت بتكلم على كيلو اللحمه رمضان اللي عدى لا اللي قبله ب 160 و170 جنيه، النهارده احنا بنتكلم في 110 جنيه عند الجزارين، وفي المجمعات الاستهلاكيه في حدود 90 من 80 ل 90 جنيه في يعني من الاخر في شكل من اشكال الـ 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 الاجراءات الاقتصاديه اللي احدثت شكل من اشكال التخفيض لبعض الاسعار ممكن تخليني اقول لك برضو انه ما ارتفعتش بالشكل المزعج، خاصه انه في مش ركود في يعني القوى الشرائيه للمواطن المصري نسبيا قلت بشكل ملحوظ في الفتره الاخيره. استاذ محمود هرجع لك مره ثانيه كي نتعرف على عادات مصريه وفي نفس الوقت سلوك المواطن نفسه ازاي ممكن يغيره، خصوصا في اطار الجمعيه اللي حضرتك رئيسها مواطنون ضد الغلاء. لكن خليني اخذ بعض الاتصالات الهاتفيه ايضا. احمد من غزه، يا احمد اهلا وسهلا. وللاسف غزه تستقبل رمضان هذا العام بظروف من التصعيد الميداني والعسكري، اريدك ان تصف لي المشهد على وجه التحديد بدايه. مساء الخير اول شيء لك ولجميع المستمعين والمشاهدين، كل عام وانتم بخير وامتنا العربيه والاسلاميه بألف خير. الاجواء طبعا لا تخفي على احد، الظروف هنا في غزه اخذت طابعا سيئا خلال الايام الماضيه. طبعا في ظل الظروف العاديه والطبيعيه يكون هنالك وضع صعب، خصوصا مع الازمات الاقتصاديه التي يمر بها قطاع غزه وحاله الشلل الاقتصادي وارتفاع البطاله وتدني الدخل الى اخره، كل هذه الظروف القت بظلالها على المواطن الفلسطيني، يضاف الى ذلك موجه التصعيد الاخيره التي شنها الاحتلال او العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه خلال الايام الماضيه، كل هذا تستطيع ان تكون اضعفت من اجل استقبال الناس لشهر رمضان الكريم، استعداداتهم لهم، ايضا الحاله النفسيه للمواطن الغزي. ليست بالحاله الجيده التي يستقبل بها الاشهر الكريمه ويتعاطى معها ويؤدي طقوسه، الا ان ذلك لم يمنع المواطنين بشكل عام من اداء الحد الادنى استقبال شهر رمضان الكريم. ما هو هذا الحد الادنى يا احمد؟ يعني هذا سؤالي تحديدا، يعني
صف لي يعني تحت القصف كما ذكرته، تحت هذا التصعيد الميداني، يأتي الشهر وأنتم مضطرون أن تتعاطوا مع قدومه بشكل أو بآخر، ما هو الحد الأدنى الذي تفضلت وذكرته؟ الحد الأدنى على سبيل المثال من قيام صلاة التراويح، أداء المناسك الدينية، ارتياد المساجد، زيارات الأرحام، وأيضا على المستوى المعيشي الأتيان أو شراء الحاجيات لوازم السحور والإفطار لرمضان بما يمتلكه المواطنون. طبعا والتحرك بيتم بصورة عادية في ظل هذه الظروف؟ اليوم بدأت الحركة تعود بشكل طبيعي تقريبا، إلا أنه الأمس وأمس الأول كانت الأمور سيئة، كان هنالك حركة حذرة من المواطنين في ظل الأجواء الأمنية الصعبة وحالات استهداف المواطنين العشوائية، هنالك مواطنين دفعوا ثمن لحياتهم في تنقلاتهم ما بين أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم أو إلى غير ذلك، ولكن بشكل عام استطيع القول أن الأمور سيئة في قطاع غزة. طب أنا مش عارف فرق التوقيت، أنت افطرت فعلا ولا المغرب أذن ولا نحن نتبقى تقريبا دقيقتين ثلاثة ونحن في انتظار المغرب طبعا. طيب عارف هتفطر ايه ولا لا؟ لا والله اليوم اعددنا الكبدة، يعني اشتريت كبدة واعددنا طبقة وبجانب السلطات وبعض البطاطا، يعني ما فيش مقلوبة يعني؟ لا مقلوبة لا، هو الأكلة الشعبية في هذه الأيام الأولى في أول أيام رمضان الملوخية، يعني ستجد 90% من سكان قطاع يأكل الملوخية. الملوخية دي من مصر ولا ملوخية غزاوية مخصوص؟ والله لا، هي أكلة أعتقد شامية، طبعا أهل الشام ومصر تقريبا ثقافة، يعني لا يوجد فرق بيننا وبينهم. طبعا أحمد، رغم كل ما تفضلت وذكرته، كل عام وأنت بألف صحة وخير وبألف هنا وشفا فطار خلال دقيقتين، واشكرك ان انت تواصلت معانا في هذه الدقائق الصعبه، انا عارف ان هي بتبقى شديده الحساسيه لاي حد. كل عام وانت بألف خير يا عزيز. ان شاء الله كل عام وانت بخير يا عزيز. وانت بألف صحه وخير. شكرا جزيلا. وخليني اسمع سوزان ايضا بعثت لنا بهذه المشاركه المصوره من غزه. كل عام وانتم بألف خير من غزه هاشم. غزه هذا العام مكلومه، من المفترض أن تقضي وأن تحتفل بشهر رمضان المبارك مثلها مثل باقي المدن الإسلامية، تستقبل هذا الشهر المبارك بالأغاني المفرحة، ولكن غزة هذا العام تستقبل هذا الشهر المبارك على أصوات المدافع، على أصوات البوارج البحرية الإسرائيلية، وكذلك على أصوات القصف الإسرائيلي. إسرائيل تقوم منذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة بقصف العديد من المباني المدنية والشقق السكنية، الكثير من العائلات فقدت منزلها، فقدت ملاذها وما أمنها، الكثير من العائلات للأسف سوف تقضي سحورها وإفطارها في الشارع دون ملاذ ودون سكن آمن. للأسف الطفلة صبا أبو عرار ستقضي رمضانها هذا العام في الجنة، طفلة ذات العام والنصف التي استشهدت أمس في غزة. هذه مشاركة سوزان من غزة، تحديدا تصف لنا الأجواء وسط التصعيد الأخير على وجه التحديد الذي استقبل به القطاع، أجواء مؤلمة جدا. أعود مرة أخرى لضيفي يا سيد محمود العسقلاني من القاهرة. سيد محمود، أنت رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، هل الجمعية أنشطة أكبر أو تزداد أنشطتها في هذا التوقيت في هذا الموسم كما يقال، بما أن رمضان الغريب أنه يشهد الكثير من إقبال الجميع على الشراء؟ أولا خليني أقول لك أن مواطنون ضد الغلاء إحنا يعني نشطنا في الفترة الأخيرة في ما يتعلق بتوفير اللحوم للمواطنين، وده الجهد اللي إحنا بنقدمه للناس خلال المرحلة اللي عدت بشكل إيجابي. احنا بنسهم مع بعض الاصدقاء وبعض الجزارين التعاونيين في استيراد لحوم من دولة السودان الشقيق، وسعرها لانه الكوست في السودان اقل من حيث العلف، فبيجي عندنا ابقار سعرها رخيص وبتدبح عندنا هنا في المجازر المصرية بسعر قليل جدا. احنا في المنصورة مثلا، في مدينة المنصورة كيلو اللحمة السوداني البقري المذبوح هنا في فاصل ب70 جنيه، واحنا حريصين ان يبقى بهذا السعر، لان احنا مش تجار لحمة، احنا تجار فكرة. الهدف الرئيسي من هذه الفكرة ان احنا نوصل بهذا المنتج اللي بيحتاجه الاولاد الصغيرين اللي ممكن يبقى عندهم انيميا او سوء تغذية، عايزين نوفره لهذا الطفل الصغير بسعر قليل. انا بعتقد انه يبقى انتحار اجتماعي
ان الاب بيقول لابنه ان انا ما معيش فلوس اجيب لك هذا الغذاء، وبالتالي احنا بنحاول نساعده بقدر ما نستطيع. ومفيش تقارير معينه يا استاذ محمود نبني هذا الولد بالسليم بالتزامن مع رمضان؟ نعم؟ على وجه مفيش تقارير بالتزامن مع رمضان على وجه التحديد وصلتكم عن سلع معينه مثلا ناقصه في السوق او شكوى معينه من بعض المواطنين في رمضان على وجه التحديد؟ لا، هو الحقيقه كل السلع الغذائيه قبل شهر رمضان بتتوفر بكميات كبيره جدا، وكل التجار بيبقوا عاملين حسابهم لكميات كبيره من الرز والسكر والزيت وكل السلع التموينيه او السلع الغذائيه موجوده متوفره في الاسواق المصريه. ربما يرتفع سعرها يقل سعرها، لكنها متوفره بشكل كثيف جدا. بأمانة شديدة المصريين في شهر رمضان بيعملوا حاجات إيجابية جدا، يعني ما حدش يقدر ينكر إن الشعب المصري عنده الحالة دي. أنت عارف لو حضرتك نزلت الشارع دلوقتي ورايا هتشوف الناس بيستوقفوا الناس عشان يدوم البلح، زي ما زميلنا هنا في مكتب البي بي سي أهداني بهذه الطبرة الجميلة، يعني فاعل خير من مكتبكم هنا في القاهرة أهداني الطبرة دي، وده على فكره فعل خير. هيحاسبك عليها يا استاذ محمود، خد بالك زيه اخر. لا هيحاسبك عليها، خد بالك حطيتها قدام اهي. يا باشا انا تحت امر حضرتك، يعني احنا ممكن نقسمها مع بعض، يعني ايوه كده يبقى تمام على بعض في النهاية، يعني نقسمها على بعض. خليني اقول لك ان المصريين بيحبوا الحاله دي، فكره انه تلاقي حد يستوقفك يديك كوبايه ميه او يديك علبه عصير او يديك بلحه زي زميلنا الفاضل اللي انا مش عارف اسمه، او يديك كمان يقول لك اتفضل تعالى اتغدى افطر عندي. كل دي حاجات موجوده عند المصريين. ربما في اجواء رمضان لا يشعر المصريون بازمه اقتصاديه بالقدر اللي ممكن يحصل في اي مكان تاني، لانه الناس بتحب تعمل خير. الفجوه اللي ممكن تبقى ناتجه عن الظروف الاقتصاديه بتاعتنا بيسدها فاعلي الخير اللي موجودين بكثره في الشعب ضمن الشعب المصري. طيب. وانا بتصور ان العالم العربي كله فيه الحاله دي، يعني انا لما رحت الكويت كان عندهم نفس الحاله دي. كل عام وحضرتك بالف صحه وخير ورمضان كريم وفطار سعيد شهي اول يوم ان شاء الله. شكرا جزيلا يا استاذ محمود، شرفتنا النهارده في نقطه حوار. استاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء، شكرا جزيلا، و نتمنى أن نلقاك مرة أخرى شهر سعيد بإذن الله. معايا مجموعة من المتصلين، ما زلنا نحاول أن نتنقل ما بين دولنا العربية المختلفة. نفيسة من الخرطوم، يا نفيسة أهلا وسهلا، كل رمضان وأنت بألف صحة وخير وسعادة. رمضان مختلف أعتقد السودان هذا العام بعد الحراك الذي خرج فيها والثورة التي حدثت على أرضها والتي بعضها أو بعض مظاهرها ما زالت مستمرة بالتزامن مع هذا الشهر. مرحبا بكم استاذ محمد، ورمضان كريم، وصوموا تفطروا على خير. رمضان كريم على كل الامه الاسلاميه. تسلمي. رمضان بالتاكيد مختلف في السودان. السودان الان يعيش جو استثنائي ما بين الحريه والديمقراطيه والشمس التي طالعه الشروق. الان السودان به اكبر مائده اشفار مسلمين هي باحه القياده العامه. اختلافات كبيره، أجناس، أعراق، عادات، تقاليد، كلها توحدت في كلمة الصف الواحد للوطني. رمضان مختلف تماما في السودان. رمضان بعد الثورة، رمضان بعد نجاح الثورة، شكل مختلف. سودان مختلف، مواطن مختلف، وجه للحرية جديد. يفترض ان الاعتصام او خيم الاعتصام مستمره حتى في قلب او في وقت رمضان. كيف تنظمون طيب الافطار والصوم والسحور وطقوس رمضان المعتاده داخل خيمه؟ القياده العامه مجهزه تماما من قبل اللجان التوعيه اللي هم شباب الاعتصام. شباب الاعتصام جهز القياده العامه بكل تجهيز لإفطار الصائمين أو المعتصمين اللي قاعدين في القيادة العامة الآن. الخيم هي نهارية مكلفة تماما، كلها بلجان طوعية، لجان الاحتصام الطوعية ولجان التأمين الطوعية أيضا. مقسم الاحتصام إلى لجان، كل لجنة لها دور كبير بتمارسه من الصباح الى المغرب. العمليه عمليه بتاع التوالي بتاع وقت كل لجنه عندها وقت معين.
طيب بعيدا عن المشهد السياسي يا نفيسة، طقوس رمضان نفسه في السودان، هل هناك شيء مميز في هذا الشهر ربما تمتاز به أو يمتاز به السودان غير بقية الدول؟ الشيء المختلف هو هو الإفطار في القيادة العامة، هذا الشيء المختلف في السودان الآن. إفطار أكبر إفطار تقريبا أكبر إفطار في العالم الآن يشهد السودان في تحت القيادة العامة، مائدة طولها على مدى أكثر من 7 بوابات في القيادة العامة. طيب أنا سألت الجميع، أعتقد أن أنا نفسي جعان تقريبا، فطارك إيه اليوم يا نفيسة؟ على فكرة يا أستاذ محمد، لو أنت دخلت علي في المكالمة أنا كنت يا دوب حللت الصيام بتاعي. هنالك بعض من الأكلات الشعبية السودانية، القراصة وملح التقلية، دي ما بتعرفهم لكن أنا بس بقول لك الأسماء. ملح روب، دي أكلات شعبية سودانية، ملح روب، سلطة روب، بلح بزنجبيل، الحلور، وهو المشروب الشعبي لكل السودانيين. الحلمور ده بيتعمل بطريقه تقليديه، هو مشروب تقليدي اضافه الى الكركديه والتبلدي وكل المشروبات، بقيه المشروبات الطازجه اللي هي انت بتعرفها. والاكلات دي بس في رمضان ولا طول السنه؟ رمضان عنده خصوصيه في التحضير. عنده خصوصيه في التحضير، كالعصيدة وملح التقلية، كيف من غير رمضان بتكون طبيعية في فطاري سوداني عادي، لكن في رمضان بيميزها الصينية بتاعت رمضان. نفيسة كل عام وانت بألف صحة وخير ورمضانك سعيد ان شاء الله. اول يوم لسه قدامك مشوار طويل، كل سنة وانت طيبة. شكرا جزيلا نفيسة، كانت تتحدث من الخرطوم. الاتصالات كثيرة اليوم، سأتولى استقبال بعضها لاحقا، لكن اعود الى زميلي محمود قصاص الذي يتابع الحوار الدائري الكترونيا منذ الصباح. محمود اهلا بك. أهلا. كيف تبدو أجواء رمضان هذا العام وفقا للمشاركين؟ يعني الواضح حجم الأزمات في الدول العربية، سواء الحروب، سواء الاعتصامات، المظاهرات، الأزمات المعيشية، الأزمات الاقتصادية، كل هذه الأزمات واضحة في مشاركات القراء. ولكن الملاحظ أيضا أن هناك نفس الإحساس بالبهجة المعتاد، لم تطغى هذه الأزمات على إحساس البهجة، ما زالت هناك أزمات نعم، ولكن أيضا ما زال هناك إحساس بالبهجة الخاص في رمضان. مثلا جواد أبو علاء كتب إلينا من بغداد يقول: في بغداد الحبيبة نستقبل شهر رمضان الكريم في حال أفضل من السنوات السابقة من حيث الاستقرار الأمني، نحلم بعراق مزدهر لا يقصي الآخرين. عدو شحاتة من مصر يقول: في مصر لم تعد هناك الفرحة التي كانت تعم المصريين وتكاد تنعدم الخيام التي تقدم موائد الرحمن، كل بيت لم يعد يتوفر لديه الحد الأدنى مما يحتاج إليه. محمد صيام سري يتحدث عن الكراتين، يتحدث من السودان ويقول: في السودان استقبلنا رمضان ونحن متصمون أمام القيادة العامة لنحقق مطالب ثورتنا السلمية، الآن هناك أزمة في المواصلات وارتفاع أسعار السلع الأساسية ولا توجد حكومة. يعني هذا تكرر في مشاركات من السودان، أن الحكومة غائبة تقريبا عن كل ما يحدث. عبد العزيز عاشر تحدث عن الكراتين في مصر، انتشرت مؤخرا مع التصويت على التعديلات الدستورية. يقول عبد العزيز عاشر: فرغ الكرتون الذي كانت توزعه القطط السمان في قلب الإسكندرية حيث أقطن، وحيث يشرع الأطفال الآن في تزويقه بزينة رمضان، تم استخدام هذه الكراتين لرمضان. خلدون عياش يقول عن رمضان باختصار: غلاء أسعار وزحمة وعصبية وعزايم وتعب ونفاق اجتماعي، بيجوعوا طول النهار لكي يحسوا بألم الفقراء، لكن لما تيجي السفرة بتكون تكفي قبيلة لمدة 3 أيام. يتحدث عن المغالاة المعتادة في الانفاق مع الشكوى من الغلاء، يعني هناك غلاء في الأسعار وما زالت أيضا هناك مبالغات في الإفطار. أسامة فهمي يقول: يشغلني كثيرا المحرومين والفقراء وغير القادرين والمظلومين، وإحساسي بعجزي عن مد يد المساعدة إلا بالتعليق ومصمصة الشفاة. أعود لما ذكرته أنت وحتى ما ذكرته أنا مع نفيسة، السودان على وجه التحديد بما أنه لا خصوصية هذا العام. هل ستعثر الاعتصام وفقا للقراء بسبب رمضان وقرون؟ يعني إجماع من المشاركين من السودان في كل المشاركات بلا استثناء أن الاعتصام سوف يستمر في رمضان، بل سوف يكون أقوى وأفضل، وستحول إلى يعني تظاهرة اجتماعية ثقافية دينية يختلط فيها الاحتفال برمضان
مع الإصرار على الاعتصام لكي يتحقق مطالبه في الوصول لدولة مدنية في السودان. هذا ما قاله كل السودانيين الذين شاركوا بكثرة على صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي. مثلا بنت البدري كما تسمي نفسها كتبت تقول: رمضان أحلى في لمتنا وتوحدنا في اعتصامنا أمام القيادة، الحمد لله جهز فاعل الخير خيمات مكيفة من أجل راحة الثوار، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر كما تقول بنت البدري. مشاركة من عبد الكريم عثمان من السودان أيضا يقول فيها: الحمد لله تم تجهيز صلاة مكيفة وسوف يكون هذا أجمل رمضان مر على السودان، أتمنى من قناتكم حضور الأفطار في القيادة وأتوقع أنه سيكون إفطارا شهيا شبيها بإفطار الحرم المكي. يعني هذه دعوة لفريق نقطة حوار من عبد الكريم عثمان بالتناول الإفطار في ساحة الاعتصام في السودان. فاطمة سمير تقول: درجة الحرارة في السودان تتجاوز 45 درجة مئوية، وتجهيزات لرمضان في الميدان جارية بنصب الخيام التي تحتوي على مبردات الهواء، كذلك تم التجهيز لإفطار أمام القيادة العامة. يعني كل هذا إطار كما ذكرت أجواء عامة من الابتهاج والإصرار على الاحتفال برمضان والإصرار على الاعتصام مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة. هل انعكس ذلك على تويتر أيضا؟ هناك هاشتاجات كثيرة انتشرت: رمضان ورمضان كريم، رمضان مبارك 2019، فيها تعليقات كثيرة، لكن لفت نظري بعض التعليقات التي يعني يجب الالتفات إليها فعلا في ظل الأوضاع في منطقتنا. مثلا فانيتا غردت وقالت: الرجاء عدم تصوير سفرة الإفطار في رمضان، هناك النازح واللاجئ والفقير والمحتاج، ليس كل الناس أمامهم سفرة طعام مليئة بأطايب الطعام، هناك كثير من المحتاجين والمعوزين واللاجئين في بلادنا. يوتوبيا تغريدة تقول: من أكثر الحاجات التي يمكن أن تفرحك في رمضان أنك تشوف اللي ما كانش بيصلي داخل المسجد، وتشوف المكان اللي كان بيشتم ماسك لسانه، واللي كان بيبص على الرايحة والجاية بيغض بصره. أخيرا سارة القفيعي تغرد وتقول: 30 يوما من التدريب على التغيير حتى تحقق، 30 يوما من الامتناع عن أشياء كنا اعتدنا عليها، 30 يوما نصبح أفضل. وأعتقد هذا أهم شيء في موضوع كله، الهدف كله من هذا الشهر الكريم هو أن نصبح أفضل من الناحية الإنسانية والأخلاقية. كل عام وانت بخير مرة ثانية محمود، وسأعود إليك إذا وردت آراء أخرى، لكن توقفنا كذلك بكاميرا نقطة حوار في جولة في شوارع العاصمة المصرية القاهرة، هناك سألنا المصريين كيف يستقبلون هذا الشهر. حاجات غالية وحاجاتنا مظروفنا زي الزفت، ماشيين على قدنا بطريقة رهيبة، وأقول لك إيه، حتى العزوات اللي كنا نعزمها بطلنا نعزم حد. بنستقبله بالاختلاف اللي احنا فيه، فرق الاسعار وفي الدنيا دي كلها. كل سنه بنستنى اللي فيها حاجات جديده عن كل سنه. والله احنا بنستقبل رمضان بكل فرحه، وبنهني اخواتنا المسلمين بشهر رمضان الكريم، ويعود علينا الايام كلها بخير. زيك زي كل سنه، خاصه الايام دي كمان في امتحانات ودروس وكلام ده، يعني هيبقى يعني ما فيش فرجه على التلفزيون زي زمان. الجديد هو في نسبه الاسعار مرتفعه شويه. الأسعار مرتفعة شوية، عاوزة هدوء. لو أنت تستحمل وأنا استحمل وغيرك استحمل، كلنا نشيل بعضينا أو نحس ببعضينا. طالما أنت حسيت بي وأنا حسيت بيك، العملية تمشي 10 على 10، يبقى في استقرار في هدوء، كل شيء يجي مع الاستقرار والهدوء. طبعا أنا بستنى شهر الصيام ده عشان نعمل فيه، أنا عامة بعمل طول السنة، بس رمضان ليه نكهة مختلفة كده في كل حاجة، حتى في العبادات في المسجد في أي حاجة. أراء مختلفة من القاهرة. إذن واضح أن هناك بهجة لهذا الشهر برغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي استمعنا إليها عبر الكثير من المشاركات. ركزنا كثيرا أو حاولنا أن نرصد الوضع في السودان على وجه التحديد عبر الكثير من المتصلين، لكن أيضا الجزائر هي الأخرى ربما تعيش رمضان مختلف بعد التغيرات السياسية التي تحدث فيها على الأرض. خلوني أسمع بيزيد من الجزائر. بيزيد أهلا وسهلا وكل عام وأنت بألف صحة وخير، رمضان كريم. في ماذا يختلف هذا الشهر عن الأعوام السابقة؟ نعم، في البداية رمضان كريم لكم في البي بي سي ولكل المستمعين والمشاهدين للبي بي سي عربي في العالم العربي. الحقيقة فعلا الجزائر هذا العام يعتبر استثنائي لكثير من النقاط. يعني نستطيع أن نقول أولا بالنسبة للوضعية السياسية، هذه الأحداث ربما التي حدثت كما تعرفون أثرت بشكل أو بآخر على العموم الجزائريون
عادة ما يستقبل هذا الشهر بفرح، حتى أن هناك من لا ينام ليالي رمضان احتفاء به. الموائد دائما هناك ما يطلق عليه بموائد الرحمة هنا في الجزائر لعامل السبيل وللفقراء والمساكين. هناك نوع من التكافل الاجتماعي كبير جدا، على الرغم من أن هناك تشابه في الوضعية الاقتصادية بالنسبة للعالم العربي من غلاء للأسعار، لكن عموما هناك نوع من الاستقبال والبهجة بهذا الشهر. بالنسبة للوضع السياسي، أعتقد بأن هناك الآن نداءات في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة للناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، تنادي بضرورة تكثيف كذلك ما أطلق عليه بالحراك الشعبي للمطالبة، كذلك ببقية المطالب التي رفعها الجزائريون فيما يتعلق بطبيعة الحال بتغيير أو وجوه أو رموز النظام السياسي الباقي. أنتم لاحظتم ربما في هذه الأيام فقط كان كما لاحظتم كل الجزائريين بقوا مشدوهين لما حدث من حيث توقيف الجنرالات السابقين للمخابرات، سواء كان بالنسبة للجنرال طرطاق أو حتى بالنسبة للجنرال السابق وهو توفيق المسمى مدين. وهذا بطبيعة الحال يعتبر سابقة تاريخية لم تشهدها الجزائر من قبل، ويعرض كذلك على شاشة التلفزيون الرسمي، وهذا ما أدى إلى وجود كذلك نوع من مواصلة ما يطلق عليه بالحراك الشعبي لي المطالبة بقية المطالب. الجزائريون عازمون كما قلنا يوم الجمعة، يعني ليلة الجمعة، على أن يواصلوا المسيرات المليونية، وهي مسيرات كما لاحظتم كذلك سلمية فيها الكثير من أوجه التكافل. ولذلك ربما يأتي السؤال الذي يربطنا بحديث اليوم يا بيزيد، يعني هل قدوم الشهر، قدوم شهر الصيام، سيغير من هذا الحماس أو الإقبال أو النزول، أم سيضغى المشهد السياسي على الشهر شئنا أم أبينا؟ نعم، في الحقيقة أعتقد بأنه على حسب الآن ما رصدت المواقع وكذلك بما هو موجود في الشارع الجزائري ومع بعض السياسيين، يعني في حوارنا في كذلك لقاءاتنا معهم، بأن بالعكس يعني هناك من يعد من الآن لمحاولة مواصلة وإعطاء طابع ديني وطابع اجتماعي على هذا ما أطلق عليه بالحراك الشعبي، على الرغم من النداءات البارحة فقط كان رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قد دعا للتحاور، كذلك كانت قيادات من الجيش كما شفنا قائد الأركان دعا كذلك للحوار، ولكن هناك من يريد أو يقول يريد أن يقول بأن هذا الشهر سوف يعطينا دفع أكثر لمواصلة هذه المطالب. أنا أعتقد يعني الطابع السياسي والطابع الطاغي حتى في الجلسات الآن في الجزائر، الجلسات العامة، وأعتقد بأن هذا ما سيكون عليه في الجلسات في رمضان حتى بعد التراويح. طيب أنا قبل أن أتركك بيزيد ولكي لا يكون الحديث سياسة صرفة اليوم، نريد أن نعرف شيئا لا نعرفه أو قد لا يبدو متعارف عليه كثيرا لمن يعيش خارج الجزائر عن رمضان الجزائر، يعني فيما يمتاز رمضان، طقس ما أو أكل ما أو شيء مميز ربما لن نجده في أي مكان سوى في الجزائر. نعم، في الحقيقة فعلا الجزائريون عادة ما لديهم أطباق تسمى بالطواجين هذه، يعني خاصة ما يطلق عليه كذلك بالحريرة أو ما يطلق عليه بالشربة، وهي شربة خاصة أو فريك بالجزائريين، إضافة كذلك إلى ما يطلق عليه بالبوراك أو الملصوقة أو الديول، كذلك هي نفس التسمية لهذه الأكل الجزائرية. المائدة الجزائرية تجدها عاملة في رمضان بصفة خاصة، فيها أهم أنواع الأكلات، فيها كذلك الفواكه، فيها المشروبات بمختلف أنواعها، فكذلك طبق الكسكس لا يخلو، مسموه المسفوف، يعني عند السحور هذا يتناوله الجزائريون بنوع من الزبيب يطلق عليه كذلك يضاف إليه في السحور. كذلك في السحور. نعم، في السحور. مش تقيل ده على السحور يا بايزيد ولا تمام؟ لا، هو في السحور يعني عادة هي الأكلة الشعبية المتعارف عليها في الجزائر. الكسكس. إضافة كذلك هناك من يكون كسكس، نعم، هو نوع من الكسكس ويكون بالحليب وبالزبادي أو السكر، ونعم ويكون يعني لذيذ جدا ويتناوله الجزائريون بإضافة إلى التمر والحليب. كل عام وانت بألف صحة خير بيزيد، وموضوع الكسكس في السحور ده لازم نحاول أن نجربه. شكرا جزيلا ورمضان خير دايما بإذن الله. خليني أسمع رأي حنان من العاصمة اليمنية صنعاء، أرسلت مشاركة مصورة ترصد فيها قدوم هذا الشهر في بلدها، لها وجهة نظر في حديث اليوم.
شهر مبارك على الجميع اليمنيين في كل مكان، اليمنيين في مناطق الحروب، اليمنيين النازحين في كل مكان، اليمنيين في صنعاء رغم كل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعانوها ما زالوا متمسكين واستقبلوا رمضان بروحانية بيوم ما يسمى نفس ما تشتهي، تجتمع فيه جميع الأسر اليمنية والأهل والجيران احتفالا واستقبالا برمضان. رغم كل ما يعانيها اليمنيين في هذه الحرب من غلاء وجشع للتجار، ويبررون كلامهم بأن يفرض عليهم ما يسمى بالمجهود الحربي رسوم، فتنعكس هذه على وضع الناس اقتصاديا. رغم ما لا يوجد رواتب من أكثر من سنتين لأغلب الموظفين في صنعاء، إلا أنهم ما زالوا يحاولوا أنهم يوفروا احتياجاتهم الرمضانية. هذه مشاركة حنان من صنعاء. دعونا نتعرف على الأجواء في دول أخرى كذلك. أرحب بسميرة من الأردن. يا سميرة أهلا وسهلا، كل عام وأنت بألف صحة وخير. كيف هي أجواء رمضان هذا العام في الأردن؟ برسان وأنت سالمين، رمضان كريم، نعاد عليكم يا رب بالخير والصحة. الله يسعدك. إحنا عمائدة الإفطار، واليوم بنعزم دائما عند الحجة والدتي، وعنا احنا تقليد بالعائله انه بنعمل اول يوم يا شيء ابيض يا اخضر، يعني بنطبخ لبن. عندنا طبخه المندب طبعا المشهوره بالاردن، طبعا هي التريد مارك الاردني طبعا، مع اللحم البلدي وكذا. او في عائلات بتعمل شيء اخضر زي ملوخيه او سبانخ او كذا. فهلا العائله مجتمعه عند الوالده، وطبعا اجواء رمضان هي يعني بتحس انه بمجرد ما بلش رمضان ببلش عند الواحد العيد، ببلش يزين البيت، اجواء روحانيه هيك كثير حلوه. بس طبعا الا ما يعكر الاجواء شغلات معينه، مثلا زي غلاء المعيشه الناس كثير عم تشكي منها هلا، بتحس انه الناس مهمومه مش عم تقدر تشتري بدهاياها، في حاله من عدم الاستقرار. بعدين ما تنسى كمان الوضع بغزة، يعني احنا عم نتابع اول باول الاوضاع في غزة وسوريا، يعني كل الدول العربية بتحسها عم بتعاني بهذا الوقت. فهذا الواحد ما عم بخلي يحس باجواء الشهر زي يعني بضل فيه هيك غصة بالقلب للاسف. يعني مؤكد المشهد السياسي للاسف مؤسف في الكثير من الدول العربية، لكن ايضا المشهد الاقتصادي زي ما اشرت يا سميرة. إذا كان الغلاء بهذا الشكل، طب بتعملي إيه؟ يعني كيف تتعاملي مع هذا الغلاء الشديد؟ وهل بيأثر على طقوسك في الشهر؟ هلا طبعاً كثير بيأثر. أنا أصلاً باحثة بالاقتصاد المنزلي، ودائماً ببرامجي بنصح ستات البيوت إنهم يقتصدوا. يعني مضبوط، وشهر رمضان في شغلات إكسترا رح تكون، في عندنا صرف زيادة. وما تنسى كمان العادات والتقاليد والتفاخر الاجتماعي اللي كل واحد بده يبين، خصوصاً بالعزائم. فهذا بيعمل عبء زيادة اقتصادي كثير كبير على العائلات. فبقول لهم دائما يعني الواحد جاي يفطر عندك، يعني زي عندنا مثل بيقول لقيني ولا تغديني، يعني تلاقيه بيجي بشوش تقدم واجبه، مش ضروري تشتروا كثير اشياء زياده عن حاجتكم. يعني النهارده هل 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 اتبعتي انت النصيحه دي؟ يعني في منسف كتير ولا المنسف مظبوط على القد؟ والله منسف خرافي، انا بنصحكم تتفضلوا. يا ريت، ما حدش عزمنا، ما حدش قال لنا تعالوا. خلص هلا بدي اسال وابعث لكم صدر منسف من احلى ما يكون ان شاء الله. تسلمي والف. أيوة. انت اللي عاملاه ولا الوالده؟ ماما والله اللي عملته. تسلم ايديها الف مره، ويا ريت تبعت لها تحيه خاصه من كل فريق عمل البرنامج، متوقع انه كلهم عايزين يدوقوا المنسف اكيد. يا سلام يا سلام، لو صح لي والله عن جد ابعث لكم ان شاء الله. تسلم يا سميره، شكرا جزيلا، ورمضانك صحه وخير وسعاده ان شاء الله انت وكل الاسره، وخصوصا الوالده اللي قادره ان هي تلمكوا اللمه الحلوه دي. شكرا جزيلا يا عزيزتي. وخليني اتحول للعاصمه اليمنيه صنعاء هذه المره في جوله مباشره لكاميرا نقطه حوار، محاوله لرصد الاوضاع هناك سواء الاوضاع الامنيه او الاقتصاديه. سالنا اليمنيين بشكل مباشر هل اثرت هذه الاوضاع على اجواء استقبال الشهر؟ اغلب المواطنين مثلا 80-90% من ابناء الشعب يعني لا يمتلك ما يمتلكه مثلا الطبقه الغنيه من البلاد انه يستقبل رمضان. حلول شهر رمضان مبارك، يعني لابد ان يعني نصوم رمضان ونحن يعني مجهزين له، لكن الشعب اليمني يبحث عن لقمه العيش، وسائل المواصلات متوقفه. اكيد ان الوضع الاقتصادي والامني اثر على المواطن بشكل كبير، وخصوصا شريحه الموظفين.
حيث الشريحة المسحوقة من أول بداية الحرب إلى الآن، لأن أكثر من 4 سنين بدون مرتبات، مجرد وعود يحصلوا سواء من حكومة الرياض أو من حكومة الداخل. ما فيش يعني دخل، يعني نحن نجيب نوفر كل الأدوات، احنا يعني نضحك على الأطفال في البيت، بنجيب لكم مهلبية، بنجيب لكم مدري إيش، كهرباء ما فيش، مواصلات تمام، الأسعار طالعة فوق، ضاربة فوق نازلة تحت، أكيد صح ولا لا؟ الديزل المعدوم، يعني الحمد لله رب العالمين على كل حال. نعم أثر مع الرواتب والجانب الحصار علينا من البحر ومن الجو. ما فيش فرحة برمضان ولا حاجة، لأنه نص الشعب أو أكثر إنهم ما يتنقوا، لا معاشات لا حاجة متوفرة لا رخص لا حاجة. هذا الصوت من قلب صنعاء، مجموعة من أصوات اليمنيين جمعناها اليوم عبر كاميرا نقطة حوار، وخلال الحلقة نحاول أن نرصد الكثير من الدول، لكن توقفنا أكثر من مرة مع السودان على وجه التحديد، لأن المنظمين للاعتصام الدائر حول القيادة العامة للجيش يتحدثوا أن الاعتصام سيستمر وسيتحول إلى طقس خاص خلال هذا الشهر. كيف على وجه التحديد؟ خلوني أرحب بالأستاذة إجلال فضلابي الناشطة في هذا الاعتصام عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم. أستاذة إجلال أهلا وسهلا، كل عام وأنت بألف صحة وخير ورمضانك كريم. كيف سيبدو الاعتصام؟ يعني قيل لنا أن الاعتصام سيستمر خلال الشهر والتنظيم على قدم وساق، كيف؟ أهلا وسهلا وكل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم. الاعتصام حيكون مستمر إن شاء الله خلال شهر رمضان الكريم، ونحن جهزنا الحاجات كلها على أساس أنه الناس تقدر تواصل خلال الشهر الكريم، من خلال المناشط، من خلال الوجبات، من خلال برامج كثيرة حتكون مصاحبة خلال الاعتصام. والاعتصام مستمر 24 ساعة، يعني احنا عندنا وجبتين الفطار والسحور، ازاي قدرتوا ان انتوا تنظموا هذا الامر وكمان بقية الفعاليات المرتبطة بالشهر، الصلاة مثلا، التراويح وغيره؟ نظمنا الوجبة بتاعت الإفطار الليلة أول يوم، وهسي مرت تمام. هي كمية بتاعت منظمات صدقات ومجددون، والمنظمات الأساسا نشأت خلال الاحتصام، لجان الطعام هم متكفلين بالوجبات دي. في وجبة بتاعت السحور برضو متكفلين بها، غير الوجبات بتاعت الأهالي اللي بتتجاب من بري من المناطق المحيطة بالاحتصام، وكمية بتاعت أهالي جو من مناطق مختلفة من الخرطوم بالطعام، وهسي يشاركوا مع الناس في وجبة الإفطار. هل في أنشطة أخرى خلال الشهر أيضا يا أستاذة إجلال؟ أيوة، حتكون في مناشط، حتكون في صلاة التراويح. أمس الناس صلوا صلاة التراويح في الميدان، والليلة برضو حيصلوا صلاة التراويح في الميدان. في مناشط مخاطبات ثورية، في مخاطبات توعوية، في مناشط للأسر، في ورش اتعملت أهلت كمية بتاعت شباب لحتى إنهم يقوموا يوعوا الأسر والأطفال القاعدين في الميدان برضه. الحر للأسف لا يمكن أن نتجنبه، وخلال الصيام على وجه التحديد، والعطش وخلافه، إزاي تتعاملوا مع درجة الحرارة المرتفعة جداً؟ تم تركيب عدد من الخيام بتسع كمية بتاعت مواطنين كبيرة جدا، مجهزة بتكييف كاملة تم التركيبة، والناس من الليلة بدأت تقعد فيها، يعني بخلاف الخيام الموجودة في أو المنتشرة حول الاحتصام. والخيام دي هتكفي كل الأعداد؟ هل هي كافية لكل الأعداد المتواجدة؟ هي تقريبا معمولة ل10,000 فرد يعني، وكلها مكيفة، إنها تسع الكمية دي وكلها مكيفة. وفي كمية بتاعت قاعات اتفتحت في جامعة الخرطوم اللي هي أشعة تحديدا، فتحوا قاعات مكيفة
البنات تحديدا بيقعدوا في الحته دي. طيب انا اجلال ما ينفعش تكوني موجوده معايا وفي هذا الشهر ولا نسال عن خصوصيه رمضان في السودان على وجه التحديد. نفيسه منذ قليل اخبرتني ببعض الطقوس اللي السودان يمتاز بها عن غيره من الدول، ما ابرزها من وجهه نظرك؟ سواء طقس احتفالي او حتى نوع معين من الماكولات مش موجود في اي حته تانية. هي الوجبات اللي هي العصيدة والتقلية، وحاليا برضو تواجدت في ميدان الاحتصام الليلة بكمية، هي الوجبة اللي كانت الرئيسية تحديدا الليلة في ميدان الاحتصام، حافظت على خصوصية الوجبات والبليلة والحلمر كلها متواجدة حاليا في ميدان الاحتصام. بجانب الطقوس حتى الطقس بتاع السحور، عموما السوار في الميدان اقترحوا هتافات للسحور ومن أمس يعني. ووجبة السحور برضو فيها الرقاق، كل الوجبات السودانية متوفرة حاليا في الاحتصام. أستاذة جلال شكرا جزيلا على التواجد معنا في نقطة حوارنا اليوم، كل عام وأنت بألف صحة وخير. الأستاذة جلال فضلابي الناشطة السودانية وأحد المعتصمات في محيط مقر قيادة الجيش، شكرا جزيلا، كل عام وأنتم بألف صحة وخير أيا كانت الدولة التي تتواجدون فيها، سواء إذا كنتم تصومون أو لا. شهر له ميزة خاصة عند الكثيرين، كل عام وأنتم بألف خير. الحديث يتواصل على راديو بي بي سي، معي أنا محمد عبد الحميد، بعد قليل.